الحديث عن إمكانية إبقاء الأمور تحت السيطرة ومسيطر عليها. هي إمكانية تتضاءل يوما بعد يوم وتصبح الحالة أصعب فأصعب. ونحن في سياسة النائي بالنفس التي تتبعها الحكومة عمليا نمارس غض النظر عن العديد من الانتهاكات والممارسات التي يقدم عليها عدد كافة الأطراف، يعني ما يؤدي إلى المزيد من الهريان في النظام السياسي، في العلاقات بين الطوائف اللبنانية، في العلاقات بين القوى المتصارعة. فإمكانية إبقاء هذه الحالة تحت السيطرة هي إمكانية متضائلة. إمكانية متضائلة، هل معنى ذلك في المقابل بأن المخاوف من انزلاق الأمور في لبنان إلى ما لا يحمد عقباه هو ربما ما يسيطر الآن على الأوضاع؟ انزلاق الأمور، تعرفين أن في لبنان الانفجار الكبير يأتي عادة بقرارات إقليمية ودولية. نحن لسنا في هذه المرحلة بعد، لم يصدر القرار الإقليمي والدولي بتفجير كبير في لبنان. الأطراف المتصارعة تعتمد سياسة المناوشات وسياسة تمرير الضربات الصغيرة، لكن القرار بتفجير لبنان لم يتخذ بعد على ما يبدو. الانفجار الكبير كما تقول لا قدر الله يأتي بقرار إقليمي أو دولي، ماذا عن الطبقة السياسية اللبنانية؟ يعني ما الجزء الذي تتحمله من مسؤولية فيما يخص الأوضاع؟ طبعا الطبقة السياسية اللبنانية بمجملها هي طبقة فاسدة وطبقة يعني أكل عليها الدهر وشرب، وهي يعني متفرغة تماما لمصالحها الشخصية والأنية والصغيرة، لا تلقي بالا إلى المتغيرات العربية الضخمة التي تجري منذ عامين، ولا تلقي بالا إلى حجم المخاطر التي يمر بها لبنان، وتلتهي بسفاسف الأمور يعني وبالحسابات القروية والحسابات الانتخابية الصغيرة على حساب تهديد مستقبل لبنان. يمكن أن يؤثر في مجريات الأمور هناك. نعم، الاتهام قديم وليس جديدا، وهو بطبيعة الحال وحكما يؤدي إلى المزيد من الاستقطاب الطائفي والمذهبي والسياسي في لبنان بين مؤيدين النظام السوري أو محور الممانعة والمقاومة، وبين القوى الأخرى الداعمة للثورة السورية. هذا الاستقطاب سيجد تعبيراته اليومية بالمزيد من التوتر في الساحة السياسية والأمنية، بالمزيد من الظواهر المتشنجة، وبالمزيد من الحوادث الأمنية مثل حادثة عرسال وحادثة طريق جديدة والشبكات في طرابلس إلى آخره. ونحن أمام يعني نوع من تنفيس للضغط الإقليمي عن طريق هذه الممارسات الصغيرة، في انتظار حدث إقليمي كبير لا نعرف بعد أبعاده وحيثيته. أشكرك جزيل الشكر حسام عيتاني الكاتب والصحفي، كنت معنا من بيروت.